الخبر اول اللي عادنا عن قمر مار والبث المباشر اللي سوته. فقمر مار نزلت على سبب الانستغرام بث مباشر، وبهذا البث المباشر يا حبايب صارت واي اشياء، فراح استعرض لكم اياها يا حبايب، وكلها راح استعرض لكم يا اعزاء، فاشتركوا بالقناه. اول شيء يا حبايب هي ردت على الاشخاص اللي تهجموا عليها بسبب نجاح الحجاب، راح اعطيكم اللقطه شوفوها. بعد ما وصلنا 50,000 اكو موضوع كلش ضروري صراحه، الموضوع شوي مستفز يا جماعه، دحش وياكم بيه، بس بدي اكمل الموضوع المهمه حتى وراها ندردش انا وياكم ساعات قصات او شيء. تمام، الموضوع هو موضوع الحجاب. هواي عالم قاموا يغلطون علي، يحسون علي لانه نزلت الحجاب. ما حابه اوضح لكم شغله، اول شيء اني ما تحجبت حجاب يعني تماما، اني تحجبت شهر رمضان، واني مو اول وحده ولا اخر وحده تحجب على مود شهر رمضان، اكو هوايه حتى مشاهير تحجبوا شهر رمضان على مود الصيام هيجي. فاني تحجبت شهر رمضان، قلت اذا رح اقدر اكمل رح اكمل. اني صراحه ما قدرت، فاني يعني انتوا تقولين انت شوهت سمعه الحجاب، جايز اني لو اريد اشوه سمعه الحجاب عشان ظليت محجبه البس ضيق الزم عالم، فهمتوا علي؟ هيك عشان شوهت سمعه الحجاب، بس لانه اني ما اريد اشوه سمعه الحجاب، وشفت روحي صراحه اني مو قد هالمسؤوليه، الحجاب يراد له مسؤوليه، فاني نزعته. تمام، لانه اني يا اكون قد هاي المسؤوليه يا ما يعني ما افوت بيها، صح لو لا؟ فما دام شفت روحي اني مو قد هالشغله نزعته خلص، احسن ما ابقى لابسته بطريقه غلط او بطريقه تشوه سمعه الحجاب. فبالنسبه للعالم اللي فايتين عليه ويغلطون علي وما ادري شنو، جايز اول شيء هاي حياتي، ويعني ما حد له دخل بيه، يعني امي اذا تشوفوني جالسه اسوي وعندي ربي حاسبني وراح يحاسبكم الكم. فاني لهذا طبعا الكلام للبعض مو للكل، فاللي ما عاجبه يسوي لي انفولو، يعني اذا احد يكرهني او ما يحبني او ما عاجبه الشيء اللي اسويه ما مضطر تتابعني. تمام، ثاني شيء يا حبايب سؤال سؤال، هل انت تكرهين فريق نور مار وفريقه او لا؟ شوفوا شنو ردت على هذا الموضوع. تكرهين الفريق؟ اوكي، هذا السؤال هو يتكرر يا جماعه. اريد اقول لكم شغله، اني ما اكره الفريق ابدا، يعني هم مسوي لي شيء، بالعكس انا كلش احب الفريق، هم ما كلش يحبوني، ولحد هسه نحكي ونتواصل علاقتنا كلش زينه. وطبعا اني ما انكر انه نور محمد كلش ساعدوني، كلش اني اوجههم تحيه اكيد يشوفون البث، محمد مثل اخويا الكبير ونورهم، ويعني كلش ساعدوني، ولو لهم ما كان وصلت لهالمرحله، فكلش اشكرهم طبعا. وانورهم، انور كلش احبه وعزه مثل اخويا الكبير، فاوجههم تحيه كلهم اذا يشوفون البث، واني ما عندي اي مشكله وياهم بالعكس. فبليز لا حد يقول لي انت تكرهين الفريق او بكم بيناتكم مشاكل، ما بيناتنا مشاكل، يعني عادي كلش عادي. بس بشي ثالث يا حبايبي، المهم شنو مشكلتك شويه يا رمار وليش شلتي الفولو من عدها؟ راح اعطيكم جواب مالتها شوفوا. بنفس الوقت هي نقدر نقول جاوبت ليش هي شالت الفولو من ايمو مار. جايز اني بس لحظه شغله، هم اني اتابع الاشخاص اللي اريدهم واللي احبهم، يعني ما عندي مشكله احد، بس اكو هواي سؤال يتكرر، فاني يعني حسابي حر بيه. اكو سؤال لانه صراحة شوية كلش يعني مو شوية كلش هواي تكرر. وصل يا حبايبي وصلت المقطع، اتمنى من الكل يشترك بالقناة لان حكون اكو جزء ثاني لهذا البث مباشر، واستعرض لكم كل الاشياء اللي صارت بي، حبيت استعرض لكم بالبداية شوية بسيط وباقي حطوا ينزل لكم يا باشر، فاتمنى من الكل يشترك بالقناة ونوصل 200 450 الف مشترك باسرع وقت.